مساء الخير عليكم، صحة رمضانكم وصحة فطوركم. جيت نقدم لكم باختصار تراث من تراث الشعري الشعبي الجزائري يسمى البوقلة. شعر البوقلة يرتبط أساسا بحرب القرصنة في البحر الأبيض المتوسط، وفي هذه الحالة الزوجات والأمهات والأخوات والمخطوبات صارت كل واحدة منهم في شدة وقلق. ولهذا نقول على كل حال البقلة متم إلى النساء. كانوا حقيقة في القصبة، قصبة الجزائر، العائلات يتزاوروا وخاصة في سهرات الصيف، ينصبوا قاعدة بيناتهم في السطح تحت السماء فيه قمر باهي ونجوم تسطع. بعد قليل تجي مرأة كبيرة السن تعرف تقول البواقل اللي يفكروا في زمان الخطير. شعر البوقلة يعطي الإنسان الأمل والفال الزين وينحي لهم شوية من الغمة. على كل حال البوقلة ما هي إلا قطعة شعرية منظمة على وزن الموشح والزجل اللي عرب الأندلس جاوا به للجزائر بعد سقوط غرناطة في عام 1492. إذن البقلة لا تنفع ولا تضر، ولكن تركز على الفال الزين، وإحنا نحب الفال الزين. بسم الله بديت، وعلى النبي صليت، وعلى الصحابة صليت، نتمنى ربي يعطيني ما تمنيت. آمين. إنه يا بنتي طار الحمام وزاد الإمام ونزل على قبة الحمام، نزلت حمامة بيضة فوق سطح الغرفة، ريت سيد الملاح في الصحين يتوضى. نعاودها؟ عاوديها، يا درا شكون هذا مولاها؟ طار الحمام وزاد الإمام ونزل على قبة الحمام، نزلت حمامة بيضة فوق سطح الغرفة، ريت سيد الملاح في الصحين يتوضى. يا درا شكون مولاها؟ ميتها على خويا.